واحد واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حيد للعشرة فسر بعدين قرر لازم تغير لحق حالك تشغلش بالك اوعى تكون متحير الصح من الغلط ببين والله مش مستاهلة تعملش من الحبة قبة المشكلة الصغيرة بتنحل بس الكبيرة صعبة ما تخليش غضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك ابو شريك كلنا ولاد بلد وحدة واذا زبطنا الحارة بنكون زبطنا الدولة اوعك تستسلم من اول جولة خليك متبسم حياتك بتصير سهلة عيد للعشرة قوم البالك يا صاحبنا عيد للعشرة قوم البالك يا صاحبنا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بعيد للعشرة. في اي تجمع سكاني الاطفال فيه بيلعبوا والاطفال ممكن يختلفوا كمان. في حال اختلفوا الأهل بيحاولوا يتدخلوا، كيف ممكن يتدخلوا بدون ما يفاقموا الأمور؟ وكيف تصير الخلافات بين الجيران؟ وكيف ممكن نتجنبها بشكل صحي؟ مشاهدينا هاي التفاصيل وغيرها موجودة بحلقتنا لليوم من عيد للعشرة سيناريو مفيد حمد بعنوان ولاد وجيرة. خلونا مشاهدينا نتابع الحلقة مع بعض. صحيتي اخوكي؟ خلصي وسكري المي. ساري اصحى يلا شو بتحب النوم؟ يلا جاي. خلصتي؟ صباح الخير بابا. صباح الخير يا رجال. ايوه هيك بدي اياك. شدي حالك. يلا بابا غسل ويلا على المدرسة. وبعدين نلحق بس الاولاد على المدرسه يروحوا على الشغل يلا من بالك يا زلمه هينا جينا يلا يا ماما باي باي داري اليوم شو اثنين ارجعوا ورا يلا بلاش تخالف يلا ماما نعم ماما من فوق تعطيني كمان شكل ليش ماما ما في معك ما بكفوني وانا كمان طيب يلا هلا بشملكم يلا حبيبتي عفوا ماما يلا باي باي صباح الخير صباح الخير جدتنا كيف الحال تمام الحمد لله اولاد هالايام كثير مدلعين شايفه بالله بس اذا ما دلعناهم بدي دلعهم والله على قولتك يلا خلينا نشوف شو راح اشغالنا باي طولي بالك اظني في وراء اهل لو في وراء اهل فعلا بيربوه والله الله يسامحك ما بحكي غير الله يسامحك لانه بالاخر هدول اولاد صغار وبيتطاوشوا وبرجعوا بيصطلحوا اسمعي تعلي صوتك علي هيني بحكي له انسي طولي بالك شو معلم صوتك يا اخي وابنك بضرب في ابني قاعد اللي بمد ايده على اولادي بده اكسر له اياها لا حول ولا قوه الا بالله طولي روحك يا جاره اهدي بالله وعدي للعشره وما بصير للي في خاطرك ولا لساتك بتلعب معهم شوفوا وصلت وين انولد السيد المسيح ولد في الخليل يا حبيبي يا ماما 100 مره عدناها السيد المسيح انولد في بيت لحم وين بيت لحم اذا السيد المسيح انولد في بيت
بيت العيلة. خذ كمل، أشوف وين وصلتي. يا حبيبتي يا ماما، مش هيك الحل في الرياضيات؟ لما يكون في ثلاث أرقام نجمع تنين بين قوسين وثلاث نجمعه لحاله، فهمتي؟ يلا روحي على غرفتك ادرسي. بتركزي لأنه كل غلطة بكف. طب بنفع بس أخلص ألعب مع لارا وغادة؟ منشوف إذا خلصتي. هات بدي أشوف. عليك العوض ومنك العوض أنت. مش عارف إشي. إذن يا بنات لما بنجمع ثلاث أعداد شو بنسوي؟ جابي غادة. بنحط العدد الأول والثاني بين قوسين وبنجمعهم مع بعض. وبنجمع العدد وبنجمع الناتج مع الرقم الثالث. لارا قعدي محلك وما تجابي غير دورك. هلا يا بنات عندنا حصة علوم. مس تسمحي لي أقرأ الحمام؟ لا كسحي محلك. إذا سمحتي. لا هلا بكسر راسك في العصاي. تعي هون قربي غادة افتحي ايدك. اوه ليش ضربتني حالي؟ تستاهل عشان تاني مرة تتعلمي. طلبي العب معك ولا انا. تفضلي. شكرا. طفيت الغاز يا لارا؟ نسيت. لعبوني معكم. ما بدنا. تمارا انت هون؟ ليش مش عم تلعبي معهم؟ ما بدهم يلعبوني. ما بدهم يلعبوكي؟ لارا غادة تعوا هون. ليش مش عم تلعبوا مع تمارا؟ ضربتنا. ضربتيهم؟ لا بنفعش هيك. يلا بسرعة قوليهم يتأسفي. خلاص سمحتوها؟ لمين تتأسف؟ والله بنتك هي بتلعب مع البنات ضربت غادة بالعصا، عشان أحل الموضوع قلت لها اتأسفي من غادة. طيب صح ولا لا يا تمارا؟ هاي هي. امشي قدامي بديش تلعبي مع هيك. لا لا يا ام ساري طولي بالك، يعني مش معقول هيك. هاي مش أسلوب ولا طريقة يعني بالتعامل ولا بالتربية. لا علميني كيف اربي ولادي احسن. لا لا ما بعلمك ولا بتعلميني، كل واحد حر بتربيته وباسلوبه، بس برضو احنا جيران واهل ومش حلوه منك على الدخله والطلعه تضل تسمعي بكلام. احنا بني ادمين. بني ادمين؟ اما احنا مش بني ادمين. امشي قدامي. شوفي شوفي شو بتعمل. في حدا بيلبس بيجامة بنهار؟ لا وعمري ما شفت تمارا بتعمل هيك. ولا انا. والله احكي لامي. اوه لو ما حكينا لها كله منها. تسعي. شو اعمل يا ربي؟ الله اكبر عليكم. كل يوم بدكم ترجعوا زي الحبايل، كل يوم مضروبين. اسمع هذا اللي ضربك بتروح تضربه، هيني بحكي لك شو بتسوي؟ اضرب. اوعى ترجع لي مضروب. وانتي لارا تلعبي ليش معها؟ فاهمة؟ يلا قوموا من قدامي، روحوا على غرفكو. لا لا لا، شو مالك يا اولاد؟ شوفي شوفي. قوم يا عم قوم. شو مالكم؟ قوم يا ضبطك امه قوم. هات طلع معك جار يعني؟ ها شو مسوي يا جار؟ بدل ما تضربه كيف تربي بدون ضرب؟ هات يا جار، هذول اولاد صغار الحين بتكاتل مع بعض، كمان شوي بتلاقيهم بيلعبوا مع بعض. شو لك تعرف تربي؟ سلمني اياه وبربي لك اياه. يا جار الدنيا الصبح تكبرش حكيك، توكل على الله. لا بدي اكبر حكي وبدي اصير. توكل على الله يا جار، الله يرضى عليك. روح يا زلمه شوي. توكل على الله يا جار. الله يرضى عليك. خلص يا علي الله يخليك. الله يرضى عليك. توكل على الله. خلص يا علي بدي اوعد للعشرة. ليش؟ انا الحق علي، انا الغلطانه. شو؟ أنا اللي حررت سري يضرب خالد بعد ما شفته انضرب، وبعد ما شفت عليا بتبهدل في بنتنا. أنا ما بهدلت بنتك، أنا تدخلت عشان أصلح البنات مع بعض، لأنه بنتك كانت لحالها بالساحة مش عم تلعب مع البنات، وعلشان هيك أنا حاولت يعني إني أصلح الأمور مش أكتر، وإنتي ما أعطيتيني فرصة ولا سمعتيني. هاي القصة كلها يا جماعة. أنا الحق علي.
يا ناس ما دام الشغله هيك بسيطه وبتنحل توكلوا على الله. لا اله الا الله. عد للعشره يا جارو وهدي حالك شوي. انا ما تعلمت شغله، مشاكل الصغار تأثرش عينك كبار. احنا هذا لازم 100% يا جارو، احنا لازم نزرع في نفوس اولادنا اهم اشي بالنسبه لنا وهو التسامح. اكيد طبعا، ما دام فيها تسامح يلا فنجان قهوه مظبوطه تفضلوا عندنا شرب. يلا يا جماعه توكل على الله. ولاد وجيره هو عنوان حلقتنا لليوم، والجيران ممكن بالعمارات بيصير بينهم مشاكل بتوصل لاكبر من ما شفنا بحلقتنا. لنقاش هذا الموضوع وغيره معنا ضيفنا بالاستوديو دكتور أباهر السقا، رئيس دائره علم الاجتماع في جامعه بيرزيت. اهلا وسهلا فيك. طبعا مع دكتور أباهر رح نسمع تحليله لهذا الموضوع وكيف الجيران ممكن يتعاملوا مع اطفالهم لحل هيك مشاكل بتكون كتير بسيطة وبتكبر لما يتدخلوا الأهل وبيكبروا المشاكل أكتر من هيك. فبنرحب فيك كمان مرة. ومعنا كمان جمهورنا، أهلا وسهلا فيكم. جمهورنا اليوم معنا بالاستوديو ممكن جزء منهم أهل لأطفال ساكنين في عمارات وبيواجهوا مشاكل شبيهة أو حتى عندهم اطلاع على مشاكل أطفال زي هيك، فأهلا وسهلا فيكم كمان مرة. دكتور أباهر دائما بنبلش إنه نسمع رأي جمهورنا بالاستوديو، نشوف قديش القصة كانت واقعية وشبيهة بتفاصيل عاشوها بحياتهم اليومية في مجتمعنا الفلسطيني قبل ما ننتقل لك ونسمع تحليل أكبر عن الموضوع. شباب نسمع منكم شو رأيكم بحلقتنا لليوم، كيف شفتوها، قديش شفتوها واقعية من وجهة نظركم. طبعا حلمي بنرحب فيك، حضرتك كنت ممثل دور أب بالحلقة وكان دورك إيجابي شفناه، فأهلا وسهلا. نعم أنا يعني مثلت في الحلقة، ولكن حتى التمثيل في هاي الحلقة كان هو بمشاعر صادقة، لأنه هاي القصص بنشوفها وين ما نروح في فلسطين، يعني في المخيم وفي الريف وفي المدينة دائما الجيران بصير بينهم مشاكل من هذا النوع. وبالعادة زي ما بين في المشهد التمثيلي إنه الأطفال بتمشكلوا مع بعض، بعد شوي بيرجعوا بيلعبوا مع بعض. ولكن المهم هون وكيف بين في المشهد التمثيلي إنه كيف الأهل يتعاملوا مع هاي القضايا اللي ممكن تواجههم. يعني الناس ساكنين في عمارات، الناس ساكنين في بيوت متلاصقة في الريف أو في المخيم، فمن هون هاي المشاهد بتساعد الناس كيف مرات يتطلعوا على القضايا قبل ما يستعجلوا ويتصرفوا تصرفات بندموا عليها، خصوصا انهم يعني بيكونوا جيران وجوههم كل اليوم في بعض. يعني صحيح، يعني شعرت انه فعلا المشاهد واقعيه وبتصير في مجتمعاتنا، ويمكن بتصير بالمناطق الاكثر اكتظاظا بشكل اكبر لكثره تفاعلهم مع بعض وتعاملهم مع بعض، فهي اشياء ممكن منتشره بشكل كبير بمجتمعنا. مزبوط مزبوط. كمان مرات بنشوف انه الاطفال في رحلتهم ذهابهم وإيابهم من المدارس مرات بصير بينهم إشي، هذا الإشي بنتقل للجيران، الجيران بياخذوا مواقف من بعض، بتزاعلوا مع بعض، بتمشكلوا مع بعض، وبعد شوي بلاقوا انه الاولاد رجعوا يلعبوا مع بعض. طب يعني اذا الاولاد بيلعبوا مع بعض وبتمشكلوا مع بعض، يا اخي خليهم شوي يتمشكلوا وينبسطوا وكذا وبحلوا مشاكلهم، افضل من التدخلات اللي مرات بتكون نتائجها المزبوط سلبية يعني على الجيري. والجيري يعني إشي مهم جدا، ودائما الواحد لازم يحافظ على جيرته. يعني نشكرك حلمي، وطبعا رح نسمع رد الدكتور على وجهة نظرك هاي. في حد تاني بحب يعلق؟ تفضل. أهلا وسهلا بك دكتور سليمان كرشان. يعني هاي المشاكل غيض من فيض، يعني هاي العائلة اللي شفناها، يعني هناك عائلات كثيرة تحدث بينها هذه المشاكل وتتطور، لكن هنا تأتي حكمة الأهالي بالتعامل مع هذه الأمور. يجب على الأهالي عدم الذهاب وراء مشاكل أطفالهم، بل أن يكونوا متعقلين، يعني يكونوا الحكمة تغلب على هذه الأمور، لا يندفعوا وراء مشاعرهم وراء عواطفهم اتجاه أولادهم. يجب عليهم أنهم يحلوا مشاكلهم بالهداوة بالطرق السلمية، بعيد عن الخلاف، بعيد عن المشاكل. شكرا لك دكتور. هون حابين ننتقل لك ولاحقا نسمع رأي باقي الشباب. شفنا الحلقة وسمعنا كمان شابين شاركوا معنا،
قبل ما نرد على حلمي وبوجهة نظره حابين نسمع رأيك بحلقتنا لليوم. طبعا الـ يعني مشاكل الجيرة هاي مشكلة موجودة في كل المجتمعات. في المجتمع الفلسطيني المعاصر المشكلة يعني بتاخذ بعد اكبر مما كان عليه سابقا لاسباب عديدة، منها اولا لتغير نمط السكن، وبالتالي كانوا الفلسطينيين بتمددوا يعني افقيا، الان بتمددوا عموديا. ثانيا الفلسطينيين كانوا سابقا بيقيموا يعني خلال فترات طويلة من المعاشرة المشتركة، وبالتالي تربطهم علاقات اجتماعية وعلاقات نسب أحيانا وعلاقات اقتصادية إلى آخره. الآن المجتمع الفلسطيني بيدخل في شكل جديد من أشكال الحداثة، وبالتالي هناك أنماط سكن أفرادها بيئتهم مناطق مختلفة، وبالتالي ما عندهمش علاقات اجتماعية بالأساس. وفي كثير من الأحيان هذا البناء الحضري الجديد لا يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجيرة، وبالتالي لا توجد أماكن للعب، وأيضا لا يوجد في كثير من الأحيان مثلا مجالس للأباء للتقاسم الفضاء العام بحيث بإمكان اللعب إلى آخره. اللي فعليا كل هذه المشاكل ممكن تساعد الأباء يعني بمساعدة أبنائهم على التلاقي مع أطفال جايين من أوساط اجتماعية مختلفة ومزجيات مختلفة إلى آخره. بس كان ملفت النظر في يعني في الحلقة اللي قدمتوها هو إنه الآباء لعبوا دور، أو يعني جزء على الأقل من الأسرة لعب دور سلبي في إعادة إنتاج العنف، وبالتالي بدلا من أخذ بعين الاعتبار أنه في متغير العمر، وبالتالي من يمتلك المعرفة والإدراك مفترض يأثر إيجابيا على الطفل. وفي عناصر أخرى لها علاقة أيضا بإقصاء الصغير، يعني أثناء التعلم مثلا السيدة كانت بتعلم طفلتها أنه يعني إذا لم تنجح يعني سأستخدم الضرب، وهذه يعني أساليب تربوية سيئة ويعني وغير منتجة، بالعكس هي منتجة باتجاه الفشل. يعني دكتور رح نحلل هذا الموضوع أكثر، يعني بالنقطة اللي حكيتها هي جدا مهمة، ثقافة المجتمع الفلسطيني يعني دخل عليها ثقافة العمارات العمودية، هذا الاقتصاد في العمارات اللي بصف، يعني سابقا كانت العمارات بيكون فيها الشخص وإخوته شخص وأولاده عايشين كجيرانه، ولكن جيران من ثقافات مختلفة من مناطق مختلفة أيضا، هذا أثر يمكن في علاقات الناس والمشاكل اللي ممكن تصير بينهم. رح ندخل في تحليل محاورنا ولكن بعد هالفاصل. صباح الخير يا استاذ رجال. ايوه هيك بدي اياك، شد حالك يلا بابا غسل ويلا على المدرسه. ولا شوفي تمدش ايدك عيبني. تعال ايش مالك يا ام سري على الولد؟ اللي بيمد ايده على اولادي بكسر له اياها. طولي بالك اظني في وراء اهل. لو في وراء اهل فعلا بيربوه. والله الله يسامحك، ما بحكي غير الله يسامحك، لانه بالاخر هدول اولاد صغار وبيتطاوشوا وبرجعوا بيصطلحوا. اسمعي تعلي صوتك علي، هيني بحكي لك. خلاص سمحتوها؟ لمين تتأسف؟ والله بنتك هي بتلعب مع البنات ضربت غادة بالعصا، عشان أحل الموضوع قلت لها اتأسفي من غادة. طيب صح ولا لا يا تمارا؟ هاي هي امشي قدامي بديش تلعبي مع هيك. لا لا يا امساري طولي بالك، يعني مش معقول هيك. المحور الأول بحلقتنا رح نتحدث فيه عن دور الأهل. شفنا بالحلقة كيف الأهل كان لهم ممكن دور سلبي، بعض الكلمات اللي تم استخدامها في الحلقة من قبل الأهل ممكن بتم استخدامها هلأ من قبل الأطفال بشكل كبير وهم يلعبوا في المدرسة وغيرها، اللي ممكن يأثر على علاقاتهم مع الآخرين في المجتمع سواء أطفال آخرين أو حتى أي شخص تاني، يعني مع المعلمين بالمدرسة وغيرها. لاحظنا دكتور أباهر بالحلقة شفنا مثلا الأب حكى لابنه أيوة هيك بدي إياك زلمة، بعدها شفنا الأم بتصيح على جارتها قدام الأطفال. هذه الطريقة في التعامل ما بين بعض عند الأهل أو هذه الكلمات اللي بيستخدموها كيف ممكن تأثر على الجيل الأصغر؟ نحكي عن هذا العمر اللي بحلقتنا واللي هو تقريبا 5 سنين، يعني عمر بتكون الشخصية فيه يعني تتبلور، قاعد المفاهيم تدخل وبتضلها ببال الطفل. مؤكد يعني هاي المؤسسة مؤسسات تنشأ الاجتماعية اللي بتساعد الأطفال على تلقي التعلم وإعادة إنتاج التعلم،
يعني مقسمة إلى عدة جوانب، منها طبعا الأسرة ومنها الجيرة أيضا، هي مؤسسة تنشئة اجتماعية لأنه أفراد آخرين بنفس الجيل وبيأثروا على بعض وبتأثروا طبعا. فهذه المؤسسة يجب أنه يتم الاهتمام فيها بشكل كبير، لأنه يعني الطريقة اللي الأباء مفترض يديروا فيها ذلك كان واضح في الحوارات كلها هي يعني فردانية، بمعنى أنه هاي كنت بتحكي قبل لحظات عن القيم، بمعنى هاي القيم الفردانية أنه أنت فقط يجب أنك تنتصر، ومش قيم تشاركية، يعني قيم الفوز والفزعة والضرب، وهي قيم لا تؤسس لمجتمع، تؤسس فقط لفرد بيعتقد أنه هذا المجتمع كله عدائي، وبالتالي هو يعني عليه أنه يكون عدائي حتى ينال حقوقه، وهذا طبعا يعني له انعكاس على الأطفال وسلوكهم على المدى البعيد، لأنه هذا بيتم إعادة إنتاجه في المدرسة ولاحقا في المدرسة لحد التوجيه وبعدين في الجامعة وكذلك في العمل، فبالتالي يعني بيصير في تراكم في هذا السلوك وبيصير في خلل بنيوي مجتمعي. شكرا لك دكتور. حابين هون ننتقل للجمهور. هلا انا طبعا اول شيء بس بدي كنت احكي يعني لو شفنا الست الثانيه اللي هي الام الثانيه لو كانت زي الام الاولى بجوز ما ينفع لا عد للعشرة ولا عد للخمستعش معها، فممكن يصير طوش وابصر شو توصل. فيعني الاشي اللي بيهون الموضوع انه كانت الام الثانيه الطف شوي وحاولت تهديها. بخصوص النقطة الثانية اللي هي أكيد طبعاً الأهل هم القدوة لأولادهم، ودائماً الأولاد بيحبوا يقلدوا أهلهم، فلما يعني بيّن هذا الإشي معنا بالدراما لما بلش الولد البنت تقلد شو إمها كانت تحكي وشو كانت تتصرف، وحتى البنت بتقلد معلمتها. بس إحنا يعني في مجتمعنا الفلسطيني ممكن صعب إنه نغير كل الأهل، بس حلو فكرة إنه يعدوا للعشرة بمواقف زي هيك لو كان عندهم التفكير هذا والعصبية هاي، حلو بوقت من الأوقات عشان ما نطور المواضيع نعد شوي للعشرة نطول بالنا. هذا رأيي بالموضوع. شكرا. يعني بتشعر انه يعني هذه مواقف بسيطة جدا اللي بتصير بين الأطفال، الأهل المفروض يكون في عندهم حكمة أكبر، يقدروا يتربوا ويتصرفوا بعقلانية أكبر أمام أطفالهم، حتى للموقف نفسه يعني بدون وجود الأطفال المشاكل بتكبر لما الإنسان ما يكون حكيم وما يتصرف عن وعي، يعني بناء على الغضب ممكن يصير كتير مشاكل. نسمع حدا تاني. تفضل لقاء. بخصوص يعني بجوز أنا أكثر إشي شدني في المشاهد أو في الحلقة إنه موضوع التنشئة أو التربية. هلأ الدكتور طبعا زي ما تفضل وحكى إنه لما أنت بدك تربي ابنك إنه أنت لا بتروح تأخذ حقك بإيدك، اللي ضربك بتضربه، هذا الإشي بيأسس لفرد يعني بين قوسين بغرد برا سرب المجتمع، أو ما بيأسس لثقافة إني أنا فرد ضمن هذا المجتمع، فبدي أحاول أتكامل معه قدر الإمكان. الفكرة هاي تماما يعني بتيجي من الأهل. يعني أنا بتصور إنه أخطر إشي إنه مثلاً كان موجود في الحلقة إنه قديش تأثير الأهل السلبي على أطفالهم، لأنه التربية أو التنشئة بتتجاوز يعني فكرة إنه افعل أو لا تفعل، إنه الطفل بيشوف أبوه أو أمه شو بيسوي، فبصير تلقائي يتمثل إنه شو عمالهم أهله بيسووا. فالفكرة إنه هذا موضوع التنشئة يعني صحيح عد للعشرة ما بتجيش يعني كبسة زر، ولكن هي بالتأكيد تيجي ضمن يعني سلسلة من التنشئة، إنه كيف تعود الولد إنه يتروى أو إنه يحل مشاكله بنفسه، فبالتالي بتصفي فيه عنده شخصية. مش زي ما شفنا إنه الولد قديش صارت ضعيفة شخصيته عشان الأم دايما بتسحبه من إيده، ما بتخليه يحل مشاكله، ما بتخليه يتصرف زي ما هو بده مع أبناء الجيران. يعني وهذه المشاهد يعني إنه الأم تسحب طفلها تصيح عليه قدام الآخرين له تأثير كبير على شخصية هذا الطفل وكيف رح يتعامل مع الأجواء مع المجتمع مع المحيط لاحقا، لأنه يشعر إنه دايما في شخص متسلط عليه بيعامله بطريقة عنيفة أمام الآخرين، وهذا ممكن يؤدي لشخصيته تكون مهتزة نوعا ما. صحيح. دكتور بلاحظ يعني حكوا هون نقاط هامة، متأكد عن النقاط اللي حكت لنا إياها بالبداية. الأهل لازم يكونوا حذرين في التعامل والتصرف أمام أطفالهم. كيف بتنصح الأهل في التصرف بهيك مشاكل خصوصا أنه ممكن يحلوها بين بعض؟ يعني في أكثر من يعني من نصيحة. أولا الأهل يعني يتحاوروا مع نظرائهم بعيدا عن الأطفال، لأنه في اللحظة إذا كان مثل ما قال يعني أحد الحضور إنه إذا كانت السيدة مثلا
تعشق العنف بين قوسين، مفترض السيدة الحكيمة أو المتسامحة تحاول تقنع الأخرى بضرورة أنه ما أثرش على علاقة الأولاد. ثانياً عدم التدخل في شؤون الأطفال، يعني لأنه هذا يعني مقياس العمر، الأطفال عندهم عالمهم الخاص، وبالتالي الأهل مفترض يكون ببثوا روح إيجابية للتشارك مع الـ وهذا يعني بيساعد الكل في الحي على أنهم يكونوا في علاقات جيدة ومنسجمة. ثالثاً يعني في مجموعة من الأساليب التربوية القديمة التي يجب الكف عنها، كالضرب مثلاً، الضرب والتعنيف أثناء التعليم والتربية. وأيضاً إذا لاحظنا في المشاهد هناك إعادة إنتاج للعنف، يعني الطفلة بتحاول تضرب مرة أخرى كما تفعل أمها يعني، وهذا المشهد قاسي لأنه هذا ما يحدث تماماً يعني في هذا المكان الحميم المسمى بالعائلة، بتم إعادة إنتاج يعني الصراعات داخل المؤسسة في الشارع وثم في المدرسة وبعدين في العمل، وبالتالي السيرورة بتستمر. يعني أنت مع فكرة أحد زملائنا هون معنا في بين الجمهور لما قال إنه وأنت هلأ أكدتها إنه الأطفال لما يتمشكلوا نتركهم بيعودوا يزبطوا علاقاتهم بينهم بين بعض، أو نترك لهم حرية الاختيار كيف يتعاملوا المشاركة إيجابياً، بمعنى يعني محاولة إحقاق الحق إنه يعني هذا طفل وأنت تلعب مع بعض، يعني هاي التقنيات اللي الناس كلها تدركها لأنه هاي جزء من بديهية العلاقات، فبالتالي كلنا بندرك كيف ممكن نرضي طفل صغير ونقنعه، بالتالي مش إشي معقد بالنسبة للأهل إنهم يتشاركوا مع أولادهم ويقنعوهم بضرورة التسامح والتجاور الإيجابي. وعدم أخذها كمان للجدية هاي المفرطة، يعني مشكلة صغيرة بين الطفلتين يعني وبتصير دائم، ممكن تصير بين أي طفلين، وبعد شفنا يعني الأهل كانوا يتمشكلوا الأطفال بعدها طوالي مشيوا ولا شي يلعبوا بكرة القدم، نسيوا المشكلة أصلا والأهل لسه قاعدين بيتطوشوا عليها. فهون بنذكر إنه الأطفال بهذا العمر إلهم عالمهم مثل ما حكى دكتور أباهر، بصير بينهم مشكلة بيرجعوا بحلوها وبنسوها، وممكن إحنا لسه بنفكر فيها وبنفكر كيف ممكن نصلحها، فما نعطي الموضوع أكبر من حجمه، ونتذكر إنه هدول الأطفال عملهم بشكله مفهومهم للتعامل مع الآخر، وهذا جزء طبعاً من تنشئة هذا الطفل وهويته، يعني هو بيكون بهذه المشكلة حيتعلم كيف يتصرف المرة اللي بعدها، فإشي طبيعي هذه المشاكل، ما بعرف إذا بتأيدني دكتور، تماماً تصير بين الأطفال لحتى يقدروا بالمرات الثانية يتعاملوا بشكل أفضل. مؤكد يعني هذه التجربة مثلاً، تجربة الخلاف مع طفل آخر، إذا في توجه إيجابي من قبل الأهل مباشرة هذا سيؤثر على تجارب لاحقة، وبالتالي هذا يعني مفيد للأطفال، مفيد للأهل، مفيد للجيرة طبعاً، وأربط الخلايا هاي الصغيرة بالخلايا الأكبر في المجتمع. شكراً دكتور. بدنا نشوف الجمهور إذا في عنده أي تعليق حول حديثنا لهلا، تفضل حلمي. يعني أنا المزبوط الحلقة رجعتني 20 أو 25 سنة للخلف، لما كنت أنا طفل وكيف كنت أنا وأولاد الجيران نتمشكل مع بعض وهيك، ولكن قبل 25 سنة أو 20 سنة كان الوضع شوي مختلف، كان يمكن أهالينا رغم أنهم ما كانوا متعلمين ولكن كانوا يتفهموا هاي القضايا بطريقة أنا بشوف أنها أفضل من الموجود اليوم. يعني كان أبوي مثلا الله يرحمه يروح عند الناس أو الناس يجوا عنده لما تصير مشكلة بيننا وبين حدا من جيراننا، يقعدوا وحل المشكلة وهيك، وعن جد بعد كل مشكلة كنا نطلع ونرجع نلعب من جديد مع بعض. هلا أنا بدي كمان مداخلة عشان يعني بوصفي أب كمان، مرات أنا وزوجتي بنصير نتحاور وابننا عمره سنة صغير، ولكن مرات بأخذ نصيب عالي من حوارنا، إنه كيف بدنا الولد يتربى، كيف بدنا الولد يطلع يحترم الناس، يسمع من الكبير، يأخذ إرشادات أمه إرشادات أبوه، لما بكون مختي كيف إن نحكي له إنه أنت أخطأت بحق الناس وكيف يعتذر، وهذا مش عيب. مهم جدا أنا في اعتقادي إنه نعلم أطفالنا ثقافة الاعتذار، لأنه كل بني آدم بيخطئ، يعني وقد يخطئ الطفل وقد يخطئ الكبير. يعني الأهل بتحملوا مسؤولية كبيرة في توعية الأطفال ونقل القيم الإيجابية لإلهم، يعني بنتمنى طبعا الأهل يكونوا بيتعاملوا بنفس النفس، تشاور مع الشريك في كيفية تربية الطفل وإيش القيم اللي بدي أنقلها، لحتى إذا تصرفت بإشي يعني معاكس للقيمة اللي أنا حابب أنقلها لطفلي، هون بكون منتبه إنه
أنا هون لازم أتراجع. أتذكر إنه في طفل يتأثر بكل كلمة بحكيها، يتأثر بكل سلوك أنا بتصرفه، سواء مع زوجتي في المنزل أو مع أي حدا بالمجتمع، لأنه بهذا العمر طبعاً بلتقط كتير مفاهيم وسلوكيات. دكتور عن هذا العمر شو بتحكينا؟ كما تقولين العمر هذا هو عمر أدوات الأمر الاجتماعي تنقل فيه بشكل كبير، وبالتالي العيب والممنوع والمقبول والمرفوض والآخر كل هذا يعني بيبدأ في هاي السنوات، وتأثيره بيكون كبير لأنه هاي يعني البداية بتعرف فيها الطفل الصغير على العالم الخارجي خارج المنزل، وأيضا على كل السلوكيات الاجتماعية اللي بيكتسبها داخل المنزل أيضا في الحضانة وفي المدرسة لاحقا. ففي هاي الفترة بيكون الوضع بالنسبة للأطفال يعني تأثير مهم، لأن هم يعني كل شيء بالنسبة لهم عبارة عن شيء جديد بيكتشفوه، وبالتالي الأهل مفترض يبثوا كما قال يعني أحد الحضور بأنه يبثوا قيم التسامح وقيم التشاور. وأنا في الحقيقة حابب أذكر أهلنا جميعا أنه كان لدينا كم هائل من القيم الجميلة في المجتمع الفلسطيني. أفهم تماما أنه المجتمع بتغير وبتكبر مدننا، ويعني يعني بتستحضر ناس من بيئات مختلفة، وبالتالي لم نعد احنا بنفس المكان، ولكن يجب إعادة الاعتبار لهذه القيم، لأنه كان في قيم جميلة مرتبطة بالجيرة، مرتبطة بالتعايش المشترك وبحل المشاكل وبتقاسم اللعبة وتقاسم الأكل، وهي قيم ضرورية وخاصة في مجتمع مثلنا مجتمع مستعمر. فهذا مهم للأهل ياخذوا هذا الدور، لأنه في النهاية احنا عندنا عدو مشترك اللي هو العدو الإسرائيلي. صحيح، شكرا دكتور. وهون معكم مشاهدين ننتقل لفاصل قبل انتقالنا لمحور حلقتنا الثاني لليوم، فخلكم معنا. تسعي شو اعمل يا ربي، الله اكبر عليكم، كل يوم بدكم ترجعوا زي الحبايل، كل يوم مضروبين. اسمع، هذا اللي ضربك بتروح تضربه، هيني بحكي لك شو بتسوي؟ اضرب. اوعى ترجع لي مضروب. وانتي لارا تلعبي ليش معها؟ فاهمة؟ يلا قوموا من قدامي، روحوا على غرفكو. رجعنا لكم مشاهدينا، ومحورنا الثاني لحلقتنا لليوم هو حول مفهوم الأهل الخاطئ أوقات في التربية، وهو إنه ارجع لي ضارب ومش مضروب. يعني هذه قد ما كان الأب متعلم عنده ثقافة، ممكن يعني اختلاطه بالمجتمع بيكون واسع، في آباء عندهم هذه النقطة الخاطئة في التربية إنه حتى لو الحق عليك أنت لازم تضرب بعدين تجيني، وهذا طبعاً بيساهم في نشر العنف بشكل كبير في مجتمعنا الفلسطيني، وبتم طبعاً تناقله من جيل لجيل، لأنه هذه جملة بنسمعها كتير، وطبعاً شفناها بحلقتنا لليوم. صحيح. شو رأيك دكتور؟ صحيح، والغريب في الموضوع أنه الفزعة تاريخياً في المجتمع الفلسطيني سوسيولوجياً كانت الفزعة مع الحق، الآن تنسحب إلى الفزعة فقط من أجل يعني من أجل التعصب، وبالتالي إذا يعني ابن عمي في طوشة أنا بعمل طوشة فقط لأنه ابن عمي. وهذا هذه المشاهد يعني قاسية، لأنها يعني قاعدين بنشوفها لدى الأطفال الصغار، وكمان في أماكن أخرى اللي هي إنه أنا يعني بروح على المكان الخارجي كله أعداء، وبالتالي لازم تأخذ حقك بدراعك وتقاتل وتنتزع الحقوق، لأنه يعني هاي العدائية عند الناس والعدائية في التربية هي اللي بتأسس لكل المشاكل اللي بنشوفها في الشارع وفي الطابور وفي المدرسة وفي المتجر. إلغاء احترام الآخر وعدم التسامح معه هو اللي بيأسس لهذه الطواش بين يعني في الشوارع بشكل دائم في المجتمع الفلسطيني. فالحل هو يعني قرار العقل، بمعنى يعني إعادة الاعتبار لهذه القيم الجميلة، إنه هذا الفضاء العام لنا جميعا، يعني وهي مرتبطة ببث فكرة المواطنة، إنه إحنا مواطنين وهذا الفضاء العام إلنا مشترك، يعني بالتالي مثل ما أنا اللي مساحة فيه الآخر أيضا إنه مساحة فيه، مساحة في احتلاله للمكان العام، في وقوفه للمكان العام، في يعني السلوك في المكان عن نظافة، يعني التعامل مع الناس في المكان العام، فهذا مرتبط بالمواطنة. فعمليا هاي التربية
بتأسس لأنه تحولنا لمواطنين، وغياب المواطنة هو اللي سيبقي على كل هذه المشاكل في المجتمع الفلسطيني. يعني النقطة اللي حكيتها دكتور، يعني يمكن زي ما حكيت تاريخيا كان إحقاق الحق هو السبب اللي ممكن يخلي أي شخص يتدخل بين تنين، بس هلا ممكن المفهوم السائد هو أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على ابن الجيران، وقضية إنه أنا لو الحق علي أنا كولد هيك، يعني بالذات بين الذكور أنا كولد برجع ضارب ومش مضروب، وبربطوها كمان بقضية الرجولة الذكورية اللي سائدة في مجتمعنا الفلسطيني. نعم، لأنه الخطاب الذكوري ببث إنه الذكر هو من يعني من يمتلك العضلات ويمتلك القوة والضرب، وهذا طبعا مؤكد مفهوم مشوه للذكورة أو للرجولة، لأن الرجولة لا تعني بالمطلق الاعتداء على الآخرين. الرجولة عبارة عن مفهوم جميل له علاقة بالسند والمساندة، وبالتالي هاي مفاهيم قديمة لا زالت موجودة، ولذا دور الأهل خاصة الجيل الجديد المتعلم في المجتمع الفلسطيني لعب دور أساسي في المحاولة لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة. دكتور، ننتقل كمان مرة للجمهور. جمهورنا يعني خلينا هنا نكون شوي صريحين، انتم من المجتمع الفلسطيني ومن مناطق مختلفة، يمكن واجهتوا مواقف شبيهة، قضية التعامل مع الطفل بانه ارجع اللي كنا نحكي فيها هلا، ارجع لي ضارب ومش مضروب، احكونا من وين منبعها هاي وكيف بتتعاملوا مع اطفالكم، اذا صار معكم موقف مشابه او ممكن تربيتوا على هيك جملة يعني اللي هي طبعا منتشرة عندنا. تفضل. هذا الشيء موجود في مجتمعنا خصوص في المخيمات، يعني في المخيمات الكل متربي على هذا الشيء، ما ترجع الدار تعيط، يعني في النهاية اللي بيدفع الفاتورة اللي هو الأهل. يعني من فترة بسيطة كانوا في أولاد المخيم بيلعبوا، ومن كثر ما هم معنا فين صارت جريمة قتل بين أطفال، والدفع الفاتورة في النهاية مين؟ أبوتهم، لأن هما بتعودهم ما تجيني مضروب، ما تجيني بتعيط، اللي بضربك أضربه. فهذا الإشي هذا طبعا سببه نقل المفاهيم الخاطئة للأطفال، والأطفال طبعا بيعملوا عليها لأنه الطفل بيلتقط هذه المفاهيم بسرعة وبتصرف على أساسها. تفضل نسمعك هون. شكرا لك حمزة على هذه المداخلة. محمد أبو الزيت، طالب في جامعة القدس. طبعا انا يعني بشوف الاشياء والتصرفات شيء طبيعي بتنم عن فطره في الانسان، انه انا بدي اصير الافضل، فكل شخص بحب يوصل خاصه للقريب، اخ بيوصل لاخوني انا افضل منك بطريقته، بعبي عنده نقص نفسي انه انا الافضل، الجار بده يوصل لجارني انا افضل منك، فهي التصرفات بتصير بشكل تلقائي طبيعي، انه انا بدي اعبر ان انا افضل منك، انا ابني اشطر منك، انا بعرف اربي اكثر منك، فبيجي بعبر عن الشيء اللي بده يوصله هو لنفسيته في البدايه قبل ما يوصله للشخص الاخر بالاسلوب هذا، بيجي الاسلوب خاطئ. انا يعني بشوف انه ما في حل للامور هاي، لانها موجوده اصلا بكينونه اي شخص. الحل بصير بس فقط بدها توعية، زيادة توعية في المدارس وزيادة توعية عند الأهل، وخاصة في المناطق المكتظة يعني سكانيا. شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة، وبحب هلا بإجاباتكم تحكونا بناء على حلقتنا لليوم من وين تنبع فائدة العدل العشرة بمواقف شبيهة بالحلقة شاهدناها سويا أو مواقف تانية موجودة بمجتمعنا الفلسطيني. تفضل. يعني أنا المزبوط عملت أكثر من مداخلة في هاي الحلقة، ولكن هاي المواضيع بتشد انتباهي كصحفي كمان. أهلا وسهلا فيك. إنه في كمان مثل عنا سيء للغاية، إنه أنت كسر وإحنا بنجبر، يعني مش معقول يكسر مين وليش. طب مرات إحنا مثلا أنا ساكن في عمارة ما بعرفش ولا أي حد من جيراني، لأنه يعني بطلع وبدخل ناس كل فترة وهيك، فما فيش فرصة بتكون عالية لأنه الواحد يتعرف على جيرانه. ولكن هل هذا يعني كمان أنه نظل في مشاكل مع جيراننا، أو أنه نعلم أطفالنا وشبابنا وأولادنا أنه دايما لازم تيجوني ضاربين مش مضروبين؟ في إشي مهم جدا لازم كل شخص في العالم يعرفه، أنه يا عمي سواء كنت ضارب أو مضروب أنت خسران على الطرفين. دائما الشخص اللي بتأنى وبأخذ قرارات مش ما بيستعجل في اتخاذ قراراته هو الشخص الربحان،
والشخص اللي بياخذ قراراته بطريقة متسرعة بالضرورة بده يكون خسران، حتى لو كان ضارب أو مضروب، على الحالتين يعني. نشكرك حلمي، يعني سويت عدة مداخلات بحلقتنا لليوم وكلها جميلة وثرية لموضوع حلقتنا. دكتور بنسألك نفس السؤال، فائدة العدل العشرة بمواقف شبيهة بحلقتنا أو مواقف أخرى، بنحب نسمع ردك النهائي كمان على الشباب المعنى. طبعا مفيد تماما التروي في التفكير وال يعني والحكمة. فقط أنا عندي ملاحظة صغيرة على استحضار مفهوم الفطرة. مؤكد هذا يعني كل شيء مكتسب، يعني البيولوجيا والفطرة ليس لها علاقة بهذه النزعات عند الناس، هذه نزعات مكتسبة وبالتالي متغيرة. بما أنها مكتسبة متغيرة وبالتالي يعني أنا بختلف معك قليلا، أعتقد أنه بإمكاننا نغيرها. يعني أكيد الناس بتسعى لأنها تظهر اجتماعيا، تتميز اجتماعيا، ولذا بتعتقد أنه إذا ابنه ضرب ابن الآخرين هذا بيعطيه فخر اجتماعي، بجوز. بس مش كل واحد عنده هاي النزعة، فهاي مش نزعات بيولوجية. فيما يخص يعني فائدة العدل العشرة، طبعا مؤكد يجب التروي والتبصر والتحكم في كيف إدارة الصراع مع الآخرين، لأنه الصراع أيضا يدار، يعني يدار بالعقل ويدار بالحكمة ويدار بفكرة التشاركية. لأنه كما قلت سابقا، أحب أركز مرة أخرى على النقطة، هؤلاء الأطفال هم مواطنين المستقبل، وبالتالي ما نزرعه الآن في الأطفال سنحصد لاحقا، سنحصد مواطنين سيئين، مواطنين عنيفين، وبالتالي أبنائنا أمانة في أعناقنا، يجب أنه نساعدهم على أن يصبحوا مواطنين صالحين في المجتمع. شكرا لك دكتور أباهر السقا، رئيس دائرة علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، شاركتنا بالعديد من النقاط الهامة اللي بنتمنى أنه الأهل ياخدوها في عين الاعتبار أثناء تعاملهم مع أطفالهم، أثناء تعاملهم مع الجيران. يعني بعض الجيران ممكن يصير بينهم مشكلة على صفة سيارة قدام البيت، على ورقة وقعت من طفل مثلا وهو طالع على بيته، كتير سهل نعمل مشاكل وتكبر هالمشاكل ويصير في خلافات أكبر تؤدي لوجود تفرقة بين أبناء هذه العمارة أو حتى لاحقاً أبناء هذا المجتمع. بس كمان سهل إنه نتجنب هذه المشاكل ونعيش حياة فيها تسامح أكبر، فيها تشاركية، ونتذكر دائماً مثل ما حكى دكتور أباهر إنه في قيم جميلة أخذناها من مجتمعنا الفلسطيني، قيم موجودة في تاريخنا كفلسطينيين، مهم دائماً نرجع لها وتكون هي القيم اللي فعلا تكون سائدة بحياتنا ومع أطفالنا كمان. مشاهدينا بنحب هون نشكر دكتور أباهر على وجوده معنا وتعليقاتك الجميلة، وجمهورنا الجميل بنشكركم على وجودكم معنا وعلى مشاركاتكم الجميلة والحكيمة أيضا، نتمنى كمان المشاهدين يستفيدوا منها. شكرا لكم. القيم تنتقل من الآباء للأبناء، فمن هون بندعي كل الأهل إنه يعرفوا شو يحكوا قدام أطفالهم وكيف يتصرفوا، لأنه أي كلمة أو أي سلوك ممكن ببساطة الأطفال يقلدوا، لأنه الأهل هم القدوة الأولى لأطفالهم. قدمنا لكم عدل العشرة من إنتاج الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيالارا وتلفزيون القدس التربوي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كورد إيد. بنذكركم إنه دايما تعدوا للعشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، حيد للعشرة، حيد للعشرة، طول بالك يا صاحبنا، حيد للعشرة، طول بالك يا صاحبنا. شو الأخبار كيف حالك؟ لا طول بالك، وقف فكر حلل فسر بعدين قرر، لازم تغير لحق حالك، مشغلش بالك، اوعى تكون متحير، الصح من الغلط ببين، والله مش مستاهل تعملش من الحبة قبة، المشكلة الصغيرة بتنحل بس الكبيرة صعبة، ما تخليش غضبك يعميك واحترم كل اللي حواليك، اسمع مني وبسمع منك هاي القصص بدها هيك، ابو شريك كلنا ولاد بلد وحدة، وإذا زبطنا الحارة بنكون زبطنا الدولة. اوعك تستسلم من اول جولة، خليك متبسم حياتك بتصير سهلة، عيد للعشرة طول بالك يا صاحبنا، عيد للعشرة.